إذا عندك شركة ناشئة أو فكرة ريادية مبتكرة وقابلة للتوسع، تقدر هلأ تسجل ببرنامج زين المبادرة النسخة السادسة، واللي بتركز على جاهزية الاستثمار للشركات اللي رح يتم احتضانها. شركات ناشئة وأفكار ريادية وكمان الدعم اللوجستي لسنة كاملة بيتضمن خدمات محاسبية وقانونية واستشارات تقنية وخدمات الهوية البصرية، بالإضافة لخدمات التسويق وتسهيل الدخول إلى الأسواق. ورح يتضمن البرنامج معسكر تدريبي وجلسات توجيهية للشركات خلال فترة البرنامج. خلينا نحكي عن شروط التقديم. بالنسبة لمسار الشركات الناشئة، لا يزيد عمر الشركة الناشئة عن 3 سنوات. لازم تكون الشركة مسجلة في الأردن وأكيد بلشت تبيع المنتج أو الخدمة اللي بتقدمها، والأهم تكون الشركة ممكنة عن طريق التكنولوجيا. وأما عن شروط مسار الأفكار الريادية، ما يكون عمر مقدم الطلب أقل من 18 سنة، ولازم يكون مفوض بكل الإجراءات القانونية لأغراض التسجيل. لازم يكون المشروع المقترح في مرحلة الفكرة وأكيد ممكن عن طريق التكنولوجيا. بعد ما يوصلون الطلبات رح يتم اختيار أفضل الشركات الناشئة والأفكار الريادية ليكونوا معنا ببرنامج زين المبادرة لهاي السنة، ورح يتم توجيه الشركات المختارة لجاهزية الاستثمار بالتعاون مع مسرعات الأعمال Oasis 500 وفلات 6 لابز. قدم طلبك هلأ